السلام عليكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي. اليوم عندنا حل تدريبات الحروف الهجائية. التدريب الأول صفحة 5 بكتاب القواعد. رتب الأسماء التالية على وفق الأرقام التي تقابلها بعدد أحرفها كما في المثال. 3 تقابل عين، عين بها 3 أحرف. عندنا رقم 2 انجي بيد، يد حرفين. رقم 4 عندنا مرمى، مرمى حرفين. رقم 5 سفرجل. رقم 3 أسد. رقم 4 كتاب. رقم 6 استبرق. هذا هو حل التدريب الأول، طبعا هو تدريب سهل وواضح. التدريب الثاني، صل بين الاسمين المتشابهين بالحروف. عندنا مازن مع زمان، رغيب مع غريب، عبير مع ربيع، لحم مع ملح. هذا هو الحل. وصلنا كل اسم مع الاسم اللي يشابهه بالأحرف. عندنا التدريب الثالث، اكتب في الفراغ الأحرف التي تتكون منها الكلمة رسما واسما متبع المثال الأول. رسما يقصد رمز الحرف، واسما هو اسم الحرف. من ميم ونون، وكاتب ان اسم الحرف ميم نون. فيل نكتب رمز الحرف، نيجي نكتب اسم الحرف ونقول فاء ياء لام. عندنا سماء، أيضا نكتب رمز الحرف سماء بها 4 أحرف. بعدين نكتب اسم الحرف سين ميم ألف همزة. ورقة أيضا نكتب رمز الحرف، رمز الواو والراء والقاف والتاء، ونكتب اسم الحرف واو راء قاف تاء. حديقة أيضا نفس الشيء، ورجعة أيضا نفس الشيء. هذا هو حل تدريب الثالث. ننتقل على تدريب الرابع. لاحظ المثال واكتب كلمات على وفق المثال. جمل جيم ميم لام. إذا جمل بين 3 أحرف، كتبنا أسماء الحروف. يريد من عندنا كلمة بها 3 أحرف أيضا، ونقول ورد واو راء دال. 4 حروف نقول زمان زاي ميم ألف نون. حرفين مثلا من ميم نون. حرفين أيضا وز واو زاي. طبعا هي تدريبات سهلة وواضحة. أتمنى تكونوا استفدتم من الحل، وبالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.